حياة الريف الهادئة كانت حلم هذين الزوجين. في عام 2004 بريجيت وهورست لانماير غادرا مدينة تومبرغ الألمانية تجاه قرية جاميل الصغيرة في شمال ألمانيا، ولكن سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس. فبحسب الزوجين، من بين العشرة منازل التي تكون القرية، ستة ملك لأسر قريبة من تيار النازيين الجدد. التحية النازية في الشوارع والأغاني المتطرفة خلال عطلة نهاية الأسبوع جعلت الزوجين يشعران بالغربة في منزلهما، كما أن مهرجان موسيقى الروك الذي ينظمانه سنويا في حديقتهما عرف عدة مشاكل هذه السنة. لقد جاء شخصان في حالة سكر في اليوم الثاني إلى المهرجان إلى هنا، وتعديا على أحد ضيوفنا، أثار غضبه ثم ضرباه وكسر أنفه، فنادينا للشرطة التي أوقفتهما فورا. ولعائلة لونماير جار يحمل اسم سفينس كروغر الذي أوقفته الشرطة قبل أيام بتهمة الملك الغير قانوني للسلاح. هو أحد الزعماء المحليين لحزب اليمين المتطرف الألماني، كما يملك شركة للهدم على بعد بضعة كيلومترات من هنا عند مدخل مبناها ميرادور وكلاب حراسة. ويظهر أنه والسكان الآخرين غير مستعدين للحوار على الرغم من محاولات الزوجين لونماير. ينظرون إلى القرية على أنها ملكا لهم ويتصرفون وكأنها كذلك. المناخ أصبح معاديا بشكل متزايد. نعم، هناك عداءة كبيرة. الجماعات اليمينية المتطرفة حتى وإن كانت قليلة العدد جزء من الواقع الألماني، خصوصا في ألمانيا الشرقية. في مدينة دغست تجمع المئات منهم في شباط فبراير الماضي، فيما تظاهر ضدهم الآلاف من الألمان. هذا المناخ شائع في شرق ألمانيا، بالإضافة إلى كره الأجانب على الرغم من عدم وجود أجانب في هذه المناطق. فمثلا يقولون أنه سيكون أفضل للجميع إذا حرم الأجانب من مخصصات الدولة. والسلطات المحلية في قرية جاميل تعترف بعجزها، ما يزيد من شعور الزوجين بالوحدة. نعيش بهذا الخوف، ولكننا نعيش أيضا لحظة جميلة هنا والتي لن ننساها أبدا. وعلى الرغم من كل شيء، ينوي الزوجان بذل كل الجهود لمواصلة العيش في قرية جمال، فالرحيل عنها أمر غير وارد.